معجزة أوراق الغار أو أوراق سيدنا موسى لعلاج التجاعيد. اليوم البنات جبت لكم أحسن وصفة ديال أوراق الغار. هذه الوصفة يلاه دارتها الأم ديالي الله يحفظها ليا، كذلك بعض الجارات ديالي اللي بارطاجيتها معاهم اللي عندهم تجاعيد كثيرة بزاف، كما تنقولوا في سن 50 سن 40 سن 60، يعني هنا تيكون تجاعيد راسخة، تجاعيد اللي ما يمكنش تزول لكم إلا بشي وصفة جبارة، بشي وصفة قوية بزاف. فاليوم جبت لكم احسن وصفه كما قلت لكم باوراق الغار. خليت لكم النتيجه في البدايه تاع لا فيديو، صورتها لكم على تقريبا جميع لي بارتي، يعني اليدين، رجلين، العنق، الوجه، لانه التجاعيد راه ما كاينينش غير في العنق، التجاعيد ما كاينينش غير في الوجه، التجاعيد ما كاينينش غير في اليدين، كاينين في جميع لي بارتي. بطبيعه الحال حنا النساء التجاعيد ما خلاو لنا حتى شي بلاصه في لوكور ديالنا كامل، فكنبغيو نتخلصوا منهم، كنبغيو شي حاجه اللي هي افيكاس، شي حاجه اللي هي ناجحه كما كنقولوا دقبط، يعني انفو نحطوها انفو الحمد لله يجيب الله تيسير. فاليوم جبت لكم احسن وصفه اللي غتعالج لكم هذا الشيء كامل. نتمنى البنات غير تشجعوني، شكرا على الناس اللي سولات فيا على هاد الغيبه هذه. فالحمد لله كما قلت لكم ضروري ما خصني وقيس باش نجرب بزاف ديال الوصفات ونجيكم بكل حماس وبكل طاقه وبكل نشاط الحمد لله. المهم هذه الوصفه هذه ديال اوراق الغار او اوراق سيدنا موسى فكتحيد التجاعيد، واخا تكون عمرك حتى 80 سنه او 90 سنه الحمد لله فهي كما تنقولوا جباره وقويه وتقبط لو قاهره للتجاعيد. كذلك كتعالج الترهلات، يعني فاش كنقولوا لابو المهرهره او المحرحره فكتعالج لينا هذا المشكل هذا، يعني كتخلي لابو مجبده واقفه. كذلك البنات كتعالج لنا التسبغات والنمش والكلف، فهي وصفه زوينه قويه وبسيطه للغايه، يعني اي وحده ممكن ديرها في البيت ديالها وفي المنزل ديالها، ابتداء من اليوم خبي فليسات كعندك بلا ما تحتاجي تمشي للصالونات، بلا ما تحتاجي تمشي ديري البوتوكس اللي كيخسروا فيه زبابه الفلوس، ففليسات خليهم عندك. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى ينال الرضا ديالكم، نتمنى كذلك ينال الاستحسان ديالكم. وبليز حبيبتي شجعوني بواحد اللايك بطبيعه الحال فضلا وليس امرا، باش هكذا نزيد نشجع، نزيد نخدم، نزيد افونسي، ونزيد نبتكر، ونزيد نجيب لكم كل ما هو جديد وكل ما هو زوين وكل ما هو مفيد. كذلك ما تنساوناش من الاشتراك ديالكم سيغ ماشين مع تفعيلكم زر الجرس، خلينا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، استفسارات ديالكم، شنو هما المواضيع ولا شنو هما لي سوجي اللي تبغونا نشوفوهم ان شاء الله مستقبلا. فانا حاضره ناضره على ودكم على قبلكم نجيب لكم اي حاجه بطبيعه الحال اللي كتكون مجربه ومضمونه وعلى بركه الله. نمشيو باش نتعرفوا على المكونات. المهم البنات بالنسبه للمكونات غنحتاجوا اوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى، ها هما عندي هنا تقريبا واحد 4 ديال الدراهم او 3 ديال الدراهم ديال اوراق الغار، ما عنديش كميه كثيره ولكن راه غير قل منها، يعني ممكن تجيبي غير درهم وتاخديها من عند العطار ولا من عند العشاب وتقضي بها الغرض وتصوبي بها الوصفه الحمد لله، يعني ماشي خصك كميه كبيره ديال اوراق الغار، فغير تبعوا معايا المراحل. المهم كما قلنا غنحتاجوا كميه من اوراق الغار او لا اوراق سيدنا موسى اللي الحمد لله مثبته الفعاليه ديالها البنات بخصوص علاج التجاعيد، فممكن تشرشيو من خلال البحث في جوجل وغادي تلقاو تبارك الله ما شاء الله عده منافع وعده مزايا التي لا تعد ولا مزايا ديالها، يعني ما كتعدش البنات، راه معروفه اوراق الغار ماشي غير الشعر ماشي غير الجسم وانما حتى الوجه وحتى العنق وحتى التجاعيد، يعني التجاعيد فغادي تخليك في سن العشرينات مهما كان العمر ديالك، واخا تكوني في سن 50 او 60 او 70. المهم كما قلنا نحتاجو ان شاء الله اوراق الغار او لا اوراق سيدنا موسى. بالنسبه للمكونات الثانويه اللي غادي نخلطوا بهم هاد اوراق الغار فغادي نحتاجو كالتالي الى كميه من الشوفان او الخرطال باودر. ها هو البنات هنا عندي الشوفان مطحون، ها هو ديجا طحنا تبارك الله تقريبا يعني واحد 250 غرام ديال الشوفان، ديما كنطحنو ديما كيكون عندي تبارك الله راه كنجيب منه كميه كبيره، ومع ذلك دغيا كيتقاد عليا بحكم انني كنستخدمو في بزاف ديال الوصفات، يعني ضروري ما كندير واخا غير نص معلقه ولا معلقه الشوفان لانه كينفخ طبيعيا، يعني ماشي تسمعوا النفخ وتقولوا نفخ اللي هو كبير، لا البنات نفخ طبيعي شي حاجه ناتور، في نفس الوقت كيشد وفي نفس الوقت كيعالج التسبغات والنمش والكلف والسيكاتريس، يعني هادشي باش كيزيد يحجبني كثر الحمد لله. فقلنا غنحتاجو كميه من الشوفان، كذلك البنات نحتاجو شويه ديال النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا. هنا البنات عندي هاد النوعيه ديال ايديال، ها هي فيها 180 غرام كدير 7 ديال الدراهم، عفوا 6 ديال الدراهم، هذه راها زوينه، وكاينه هذه كدير 7 ديال الدراهم مايزينا حتى هي زوينه فيها 170 غرام، فحتى هي مزيانه البنات. المهم شوفوا نتوما شنو غيسلكم، شوفوا شنو غيناسبكم، طبيعه الحال النوعيه اللي غادي تناسبكم فهي اللي غادي هي اللي غادي تخدموا بها. وغنحتاجو واحد المعلقه ديال الحليب باودر، الا كنتي كتعاني من السميرار اولا الكحوليه ولا السواد فخدي شويه ديال الحليب مجفف كامل الدسم، يعني نص معلقه ولا معلقه، هنا الكميه كتبقى اختياريه على حسب الرغبه ديال كل وحده فينا. المهم هادشي اللي كاين، هادو هما المقادير كاملين، يعني في التوتال تقريبا خدمنا بربعه ديال المكونات، المكون الاساسي اللي هما اوراق الغار، ثلاثه ديال المكونات الثانويه. غتاخدي معايا واحد الكاسرول
هذه البنسره كنخليها غير الوصفات الطبيعيه. كناخذوا كميه ديال اوراق الغار، كتاخدي انت الكميه اللي بغيتي، ممكن تاخدي كميه كثيره كيف ممكن تاخدي كميه قليله. كتضيفي لها كميه ديال الماء البارد يعني العادي ماشي الماء المعدني، وغادي نوضع هاد الكاسر فوق النار لمده ديال 5 الى 10 ديال الدقائق على الاكثر، اي ماكسيموم، باش هكذا ما نحرقوش اوراق الغار. ومن بعد ما غادي تغلى لينا الاوراق ديال الغار، غادي نجي باش نطبق معكم الوصفه ونكملوها ان شاء الله كامله، باش تفهموا ان شاء الله الطريقه ديال التطبيق وكل شيء ننجح معاه باذن الله تعالى. وما تنساوناش بطبيعه الحال من لي لايك ديالكم. فانتوما البنات بعد ما وضعت الكاسرول فوق النار كنخليها حتى كتغلى كما قلت لكم مع التحريك مره مره، حركوها ومني كتحسوا باللون تغير يعني ديك اوراق الغار كتلقى البنات الريحه تبارك الله ما شاء الله على واحد الريحه فيها، كذلك اللون ديال الماء كيتغير ما كيبقاش عادي بطبيعه الحال، كيولي باللون اما البني اما على حسب يعني الوصفه شحال ديال الاعشاب خدمتي بها، يعني الا كثرتي من الاوراق الغار غادي تكون باللون البني الغامق، قللتي من الاعشاب فكتكون باللون الفاتح على حسب، ولكن في كلتا الحالتين البنات راه اللون ديالها تيصبح لون بني اما فاتح اما غامق، يعني ما كيبقاش بحال هكذا عادي. وتاكدوا من الرائحه ديال الوصفه يعني تكون فيها الريحه ديال اوراق الغار، تاكدوا من الغليان ديالها، تاكدوا من انها طبخات وكذلك من ان اوراق الغار ببلات، وكذلك من اللون ديال الوصفه يعني خصو يكون غامق بالتالي ما يكونش فاتح وما يبقاش لنا بهذا الشكل هذا. هانتوما كما كتلاحظوا هنا اللون بدا كيصفار يعني ما كيبقاش عادي بطبيعه الحال مع التحريك، يعني مره مره حركي وبشويه بشويه البنات حتى كيولي لون اللي هو غامق غمق من هكذا، يعني كما كنقولوا البنات تدريجيا. هنا البنات صبحت الوصفه ناضجه، هانتوما شوفوا اللون ديالها كيفاش ولا يعني ذهبي، انا لان ما ضفتش كميه ديال الاوراق الغار فبالتالي ما غاديش تولي ليا غامقه بزاف، ولكن اللون راه تغير بان فدابا مزيان البنات، يعني ما علينا الا نطفيو النار نخليوها تبرد شويه ومن بعد ندوزو مباشره للتصفيه ديالها باش نوريكم الطريقه ديال التطبيق. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال المحلول، انا غادي نصفيه معاكم. اللون ديالو كيصبح بني غامق، ومازال هنا البنات راه ما ضفتش كميه كبيره ديال اوراق الغار، يعني ضفت كميه اللي هي قليله. هانتوما هذا هو اللون ديال المحلول كيصبح بهذا الشكل هذا. فدابا البنات ما علينا الا ندوزو للطريقه ديال التطبيق المهمه عندنا، واللي هي اننا ناخذ واحد الزلافه ونبداو كنطبقوا فيها لا غوسيت ديالنا. فاول حاجه غادي ناخذوها هي كميه ديال النشا. بالنسبه البنات النشا فهو غني عن التعريف، وكما قلنا ممكن ديروا اما هاد النوعيه اما هاد النوعيه هادي، هنا كيبقى اولا كتبقى المساله ذوق ليا كل وحده فينا شنو كتبغي. كاين اللي كتبغي النشا ديال 7 درهم، كاين اللي كتبغي النشا ديال 6 درهم. وبالنسبه للناس اللي في الدول العربيه يعني عندهم بعض انواع ديال النشا اللي ما عندناش حنا في المغرب مثلا، او طبيعي الحال غتاخدي اي نوعيه بغيتي. فهنا تقريبا خديت 2 معلقات ديال النشا كما شفتوا، وكنبداو نضيفوا ليهم كميه من اوراق الغار. وغادي نستخدم الشوفان اولا الخرطال، ها هو دجاج البنات هنايا طاحناه. كنحاول نجمع بيه الوصفه مزيان مزيان، لانه البنات الا كانت الوصفه شويه سائله تقدر تبدا تسيح ليك على الملابس ديالك، من الاحسن القوام ديالها يكون عاقد. غادي نزيد كميه قليله باش هكذا نضيف الحليب باودر. اوراق الغار البنات كنستخدموهم هكذا عباره عن محلول،
يعني ماشي كنطحنوهم ونديروهم، لا في هذه الوصفه البنات كما قالت لي الام ديالي وكما قالوا لي العيالات اولا الحمد لله جاراتي وحباباتي وغزالاتي اللي جربوها بالسائل ديال اوراق الغار او المحلول ديال اوراق الغار. دابا غادي نضيفوا الحليب باودر اولا الحليب المجفف، هانتوما هذا هو الشكل ديال الوصفه فكيفاش كتجي بهذا القوام هذا. الا بغيتيها تكون مثلا عاقده اكثر فكتزيديها اما كميه ديال الشوفان اولا كميه ديال النشا، الا بغيتيها تكون سائله اكثر فكتزيديها كميه من المحلول او مغلى اوراق الغار على حسب. يعني هنا انا جاتني مزيانه وانت بطبيعه الحال القوام كيبقى راجع ليك والكميه حتى هي، يعني هنا عندي كميه قليله بطبيعة الحال اللي عندك تجاعيد بشكل كبير او في جميع لي بارتي فغتاخدي كمية اللي هي كثيرة، عندك مثلا غير في العنق او غير في الوجه فغتاخدي كمية اللي هي متوسطة الى قليلة، يعني هنا كيبقى لك الاختيار. ومن بعد ما كتطبقيها كتخليها حتى كتنجف تماما، يعني تقريبا البنات كتاخد 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، يعني ماشي ديريها في 5 ديال الدقائق وتبغيها توجد لك في 5 ديال الدقائق، فلا كديريها ما بين دقيقه، يعني كديريها في الدقيقه الاولى وكتجلسي فيها ما بين 25 حتى 30 دقيقه. عاد من بعد ما كتنشف كتغسلي الوجه ديالك ولي بارتي مثلا اللي فيهم تجاعيد وكدوزي باش ترطبي. وبزاف منكم غتسولوني على الترطيب فغنحاول البنات في هذا الفيديو كما تنقولوا بالخفيف ان شاء الله نعطيكم بعض المنتوجات اللي هما زوينين ديجا الحمد لله جربتهم هي مره ما هي جوج، يعني كنجربهم كل عام. فغادي نبدا معكم بواحد الكريم ب 8 ديال الدراهم زوين، يعني بالنسبه للبنات اللي كيبغيو شي حاجه رخيصه ما كيبغيوش شي حاجه غاليه، فكاين هذا فيه 150 غرام زوين شفتوا هذا البنات غزال كيرطب الوجه الجسم يعني كيرطب جميع لي بارتي. ها هو كاين كذلك البنات كريم نيفيا العلبه الزرقاء حبيب الجماهير وحتى انا من المعجبين ديالو بشكل كبير بزاف، فيه 150 مللتر كيجي باللون الازرق فيه 20 كيدير 20 درهم البنات بالنسبه للثمن ديالو. كاين كذلك الحجم المتوسط فيه 60 مللتر كيدير تقريبا 12 درهم، وكاين حتى الحجم الصغير البنات كيدير 7 ديال الدراهم. بالنسبه للبنات او العيالات اللي يديهم كيتكشبروا كيتقشروا في هاد الوقيته الباب وكثره غسيل الماعن، فعندي هنايا اتريكس هذا زوين كريم بور لي ما، يعني كديريه للويدات ديالك فيه 60 مليليتر كيرطب اليدين كيعالج لك التقشبير كيعالج لك اي مشكل عندك في اليدات ديالك راه معروف. حاولوا البنات ديروه جوج المرات في النهار، ديروه في الصباح وديروه في الليل قبل ما تنعسوا ملي كتكملوا الشقه ديالكم، فحاولوا ديروه ديما لانه كيعطي واحد لافي زوين. ولكن لا مبقيتيش كديري ليما بطبيعه الحال الناس كتنقص شويه الفعاليه ديالو، فداك الشيء علاش كنصحكم به مره في الصباح ومره بالليل. كذلك البنات كاين كريم جلوسوليد العلبه الحمراء حبيب الجماهير وحبيبي حتى انايا اللي ما تيخطانيش ديما البنات عندي، بطبيعه الحال كي بياض وكيرطب وكيفتح، وفعلا ملي كنهضروا على التفتيح ماشي غير هضره وكلام وانما على الجدار واستحقاق كيفتح الجسم والمناطق الحساسه خصوصا بين الفخذين وتحت الابطين. فكريم جليسوليد العلبه الحمراء معروف فيه 125 مليلتر فيه ترطيب وتنعيم وحمايه للبشره، كيرطب كما قلت لكم جميع لي بارتي وكيبيضهم في نفس الوقت. كاين كذلك البنات هذا اللي هو دوب عفوا يعني دوزيام ديال هذاك الاولاني، ها هو دوزيام ديال هذا ففيه 125 مليلتر حتى هو ترطيب وتنعيم وحمايه وزوين هذا حتى هو غزال البنات نصح به اي وحده بغا ترطب الجسم ديالها وفي نفس الوقت تفتحو وتخلي فيه نسمه زوينه، كذلك كنصح به حتى المقبلات على الزواج. كاين كذلك هاد لي كريم هادو اللي كيجيو 12 درهم فيهم بزاف ديال النكهات، كاين هذا بالجليسيرين كاين هذا البنات بالحامض وكاين نكهات اخرى كاين بالافوكادو كاين بالفاني، راه الا مشيتو البنات عند مول المكياج غادي تلقاو بزاف النكهات النكهه اللي بغيتي غادي تاخديها. كاين كذلك البنات هاد اللوشن هذا من فازلين بالصبار الملطف، هذا البنات كيجي باللون الخضيضر، هذا لوشن للجسم الغير الدهني فيه 200 مليلتر ريحته كتحمق
هذا الماء ريحته غزاله. وكاين كذلك هذا بالكاكاو حتى هو ريحته زوينه في 200 مللتر. جوجهم مزيانين في طبيعه الحال، قوامهم كريمي البنات حليبي هانتوما، يعني غزال بزاف بزاف، فكنصح به اي وحده باغا الترطيب وخصوصا للجسم. وهذا الشيء اللي غادي ننصحكم به. كاين بزاف المنتوجات اخرى ولكن ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو. بطبيعه الحال كاين الفازلين لانه رجلين ووليدين وحتى الجسم، فالاغلبيه البنات كيقولوا لي واش ممكن تنصحينا بالفازلين وإن النوعيات، فاي نوعيه البنات ديال 5 درهم راه مزيانين بالنسبه للبنات اللي كيبغيو شي حاجه رخيصه. وكاين بطبيعه الحال الفازلين الاصلي اللي كيدير 23 درهم مغربي حتى هو مزيان. فهنا كيبقى غير المساله ديالك انت هي كتبقى ذوقيه راجعه على حسب الذوق ديالك. فهاد الشيء اللي كاين، نتمنى لا فيديو نال الاستحسان ديالكم ونال الاعجاب ديالكم. بليز ما تبخلوش انا بلي لايك، حاولوا تكثروا منها. كي الجديد كما كنقولوا جيت وجبت لكم الجديد، والله القسم البنات الا جايبه بزاف ديال لي فيديو زوينين غزالين كيحمقوا، فغير دعمونا بلي لايك، كذلك اشتركوا في القناه مرحبا بكم، خلينا دي كومونتير في خانه التعليقات، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله. الى اللقاء.